السلام عليكم، كيف الأحوال؟ نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى على القناة ديالي. اليوم إن شاء الله غنوجد معكم وصفة أو معسلة رمضانية اللي هي بوشنيخة، معروفة بزاف وكتعجب بزاف ديال الناس، وحتى اللي وحلت في الشباك هذه هي الطريقة السهلة باش تسهل على راسها وتوجدها إن شاء الله. غادي نعطيكم المقادير. هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق مغربل، عندي شويه الخرقوم او الزعفران شعره كيف ما بغيتو، غير واحد شويه انا ما بغيتهاش تلون بزاف، قبيصه ديال الملح، وعندي معلقه صغيره ديال الخل. هاد الدقيق غادي نحتاجو من بعد. عندي 125 غرام ديال الزبده مذوبه، عندي ساشي ديال الخميره ديال 7 غرام، عندي معلقه كبيره مخلطه ما بين حبه الحلاوه والنافع، ومعلقه صغيره ديال القرفه. وبالنسبه للسوائل عندي 250 مليلتر ديال الحليب دافي واحد شويه. هنا في القصريه غادي ندير، اصلا عندي تما الدقيق، غادي نزيد الخل، الملحه، وداك شويه ديال الخرقوم، وكما قلت لكم ممكن تعودوه بالزعفران شعره تذوبوه في داك الحليب السخون. هنا غادي نزيد الخميره ديال الحلوه ديال 7 غرام، وحتى الا كانت عندكم ديال 8 غرام ماشي مشكل. غادي نزيد حبه الحلاوه النافع والقرفه اللي مطحونين ومغربلين، الزبده، وغادي نبدا نخلط في الدقيق حتى بحال اللي كنرملو، وغادي نلبس داك الدقيق كامل بديك الزبده. من بعد عاد غادي نزيد الحليب، دابا غادي نزيد الحليب شويه بشويه. واخا قلت لكم في الاول 250 مليلتر، ولكن على حساب كل نوع ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيهز السوائل بزاف وكاين الدقيق لا. في الاخر ان شاء الله غادي نقول لكم شحال شاطلي. غادي نبقى نجمع في العجينه، وغادي نحس واش خاصها ولا ما خاصهاش. صافي هنا كنحبس، ما كنزيدش الحليب، وراني عبرت الحليب اللي شاطلي 50 مليلتر، يعني المجموع هز لي غير 200 مليلتر فهاد 500 غرام ديال الدقيق. دابا غادي نعجنها واحد شويه، ماشي بزاف، غير واحد دقيقه وصافي. غادي نزيد غير واحد شويه ديال الدقيق، ماشي بزاف. صافي نبقى نعجن حتى تجمع معايا العجينه، كيف ما قلت لكم غير دقيقه بركه، لان مازال غادي تورق، داك التورق كيساعدنا باش العجينه تلين. ها هي العجينه من بعد ما دلكت، كما قلت لكم دقيقه كافيه. غادي نقسمها على 4 الكويرات، ممكن تقسموها غير على 3 ماشي مشكل، غير باش كتسهل الخدمه، حيت بعض المرات مع الماكينه كتكون يد وحده كتجي صغيره احسن.
غادي نكورهم ونغطيهم بفيلم، نخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقة، وإلا كنتم مزروبين 10 دقائق كافية. من بعد ما ارتاحت العجينة 15 دقيقة، هنا بديت كنورقها. هاد المرحلة ديال التوراق كتساعد ان البوشنيخة تجي هشيشة كيما متعودين حتى على الشباكية. كنطويها على ثلاثة، كنردها عاوتاني في العرض وكنطويها على ثلاثة، مهم كيما كتبان لكم في الفيديو، وكنغطيها عاوتاني كترتاح واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقة، وكنغطيها باش ما تنشفناش من الفوق. بعد ما ارتاحت العجينه، دابا غادي نهز واحد طريف، غادي نرش شويه ديال الدقيق من التحت ومن الفوق، غادي ندلكها بالمدلك، وغادي نقسمها انا على ثلاثه كيما قلت لكم. ملي كتكون يد وحده انا كندير الطروفه صغارين باش تسهل عليا الخدمه. كناخد طريف واحد وكندلكو شويه من العرض وشويه من الطول، كندوزو في الماكينه. انا هنا درت رقم ثلاثه، وضروري ما ديروا شويه ديال الدقيق من الفوق ومن التحت باش ما تلصق ليكمش. ها هو السمك ديالها، كيكون شي نص سنتيم هكاك في الاول بالمدلك، عاد نديرها في النمره ثلاثة. هنا في النمره ثلاثة غادي غير نورقها. عاد غادي ندوز نديرها في بلاصه سباغيتي، وانا كيما قلت لكم درتها يعني مرصوات صغارين باش تسهل عليا الخدمه، حيت الا درتوها كبيره بزاف خص اللي يعاونكم. غادي نقطعها عاوتاني على جوج باش تسهل عليا. في هذه المرحله انا ضروري كندير الدقيق باش دوك الخيوط ملي خرجوا ما يتلاصقوش، يجيو مفرقين على بعضياتهم. كندوزها في بلاصه سباغيتي، وكنهزها وكنحطها فوق طاوله العمل، كنرشها بواحد شويه ديال الدقيق كيما قلت لكم باش دوك الخيوط ما يتلصقوش. ودابا غادي نبداو نشكلوها، كنلصقو دوك الخيوط كاملين، وكنبداو كنشدو بجوج طروفات وكنتكيو عليهم مزيان، وكنبداو نكمشوها واحد شويه كيما كيبان لكم في الفيديو. كنقرصو مزيان الجوانب، ومن بعد نقطعوهم. صافي هنا غادي نبدا نقطع وحده بوحده، سواء بالموس او لا بالجراره، ونبدا نفضها شويه من الدقيق، وفي نفس الوقت بحال الا كنفرق دوك الخيوطه باش ما يلصقوش. وهنا عاود ثاني كنوريكم يعني الطريقه ديال كنشدوها من القناط، كنتكيو مزيان، ومن بعد بحال اللي كنكرشوها واحد شويه بحال اللي كنتكيوها على بعضياتها هكا باش يبانوا دوك الخيوطه. كنظن راه فهمتوني. كنقطعهم
صافي، ومن بعد عاود كنجبدها واحد شويه صافي، وكنحطها في واحد الصينيه حدايا وحده حدا وحده حتى تنشف واحد شويه، واحد الساعه هكاك. من بعد ما نكملت بطبيعه الحال الكميه كامله اللي عندي، ها هي من بعد ما شكلتها كاملة خليتها نشفت واحد الساعة. دابا غادي ندوزو للقلي. انا سخنت الزيت حتى سخنت مزيان، ومن بعد نقصت لها، ضروري ما تنقصوا لها لان هي خيوطها رقاقين دغيا كتحرق. بعد ما كتقلى كندوزو كنعسلوها مباشرة، والعسل كيف ما قلت لكم في المخرقه بحال بحال هنا، ضروري ما تكون العسل ثقيله وتكون بارده باش تلصق على الشباكيه ولا على بوشنيخه. كنقليو القليه الثانيه، كنحيدو الاولى وكنستمروا على هذه الطريقه حتى كنساليو كلشي الكميه اللي عندنا. ها هي بوشنيخه بعد ما وجدت، الصراحه كتجي زوينه بزاف، هشيشه وشاربه العسل. هي واخا رقيقه ولكن خليناها في العسل باش ما تدبلش مع المده، كتبقى هكاك مده طويله. كنتمنى تجربوها ان شاء الله، وإلا جربتوها صيفطوا لي التطبيقات ديالكم على الانستغرام او الفيسبوك، نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد، شكرا على المتابعة للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.